بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذه السنة اليوم عند القيام من المجلس. تقول كفارة المجلس وهو: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث رواه أصحاب السنن. وكم من المجالس التي يجلسها المسلم في يومه وليلته، إنها مجالس كثيرة وليك بيان ذلك بالتفصيل. واحد، عندما تتناول الوجبات الثلاثة مثل الفطور والغداء والعشاء، فلا شك أنك سوف تتحدث في القالب مع من يجالسك. اثنان، عندما ترى شخصا من أصحابك أو جيرانك وتتحدث معه ولو كنت واقفا. ثلاثة، في جلوسك لمن معك من الزملاء والأصحاب وأنت في دائرة العمل أو مقاعد الدراسة في الجامعة. أربعة، في جلوسك مع زوجتك وأولادك وأنت تتحدث إليهم وأهلك وهم يتحدثون إليك. خمسة، في طريقك وأنت في السيارة لمن كان معك في الطريق من زوجة أو صديق أو أمك أو أبوك أو أي أحد. ستة، في حضور المحاضرة مثل ما قلنا في السابق. أيضا فانظر كم مرة قلت هذا الذكر في جميع المناسبات في يومك وليلتك، فتكون دائم الصلة بالله تعالى. فكم مرة أثنيت على ربك ونزهت عما لا يليق به وعظمت عندما تقول سبحانك اللهم وبحمدك بداية الدعاء؟ وكم مرة جددت التوبة والاستغفار مع ربك في يومك وليلتك مما حصل منك في تلك المجالس عندما تقول أستغفرك وأتوب إليك وهو وسط الدعاء؟ وكم مرة أقررت الله تعالى بالوحدانية، والوحدانية في الربوبية، والوحدانية في الألوهية، والوحدانية في أسماء وصفات عندما تقول أشهد أن لا إله إلا أنت في آخر الدعاء؟ فتكون طيلة يومك وليلتك بين توحيد الله وتنزيهه وبين الاستغفار.